نشرة إخبارية مفصلة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: مؤشرات إيجابية ومكاسب اجتماعية بالأرقام في بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب البرلمان، والوزير الأول يؤكد تمسك الدولة بسياسة الطابع الاجتماعي. الفريق أول للسعيد شنقريحة يؤكد أهمية وحدات الإسناد بالوقود في مد قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي بالطاقة خلال إشرافه على تدشين مركز التكوين لتقنيات الوقود في زيارة العمل والتفتيش إلى الجلفة بالناحية العسكرية الأولى. ضمن قرارات مجلس الوزراء ولتحقيق الاكتفاء في المجال الفلاحي، اعتماد المسار التقني للرفع من المردودية بورقلة وسقهراس. وتحسباً لانعقاد القمة العربية بالجزائر، التلفزيون يرصد عبر مراسليه نبض الشارع العربي وتطلعاته للقمة في كل من الأردن ولبنان. في المستهل، قدم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن اليوم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بيان السياسة العامة للحكومة في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي بحضور أعضاء الحكومة. الوزير الأول عرض بلغة الأرقام حصيلة أهم الإنجازات المسجلة في مختلف القطاعات، حيث أكد بالمناسبة أن عمل الحكومة خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت المنصرم تمحور أساساً حول مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قررها رئيس الجمهورية. رغم الوضعية الصعبة التي عرفتها بلادنا نتيجة البيئة الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، هذا لم يثني من عزيمة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها من أجل تطبيق برنامج عملها المستمد من التزامات السيد الرئيس رئيس الجمهورية 54. لقد ارتكز العمل الحكومي على الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين والفاعلين من المجتمع المدني في إطار مسار تشاركي هدفه إنجاح مسار بناء الجزائر الجديدة من خلال رؤية واضحة للإصلاحات الكبرى التي يبقى نجاحها رهين تجند جميع القوى الحية في البلاد. وسأعتمد في تقديم هذه الحصيلة على المحاور الخمسة الكبرى التي وردت في مخطط عمل الحكومة، ألا وهي: أولاً، تكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة. ثانياً، من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني وتجديده. ثالثاً، من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية معززة. رابعاً، من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية. خامساً، تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين. الوزير الأول أكد تمسك الدولة بالطابع الاجتماعي معتبراً إياه عقيدة راسخة في برنامج رئيس الجمهورية، مبرزاً الحركية الاقتصادية النشطة التي شهدتها هذه السنة بلغة الأرقام وبالرغم من الظروف الصعبة. هذه الظروف الصعبة لم تثني من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي الذي أكد بخصوصه السيد رئيس الجمهورية بأنها عقيدة راسخة لن نتخلى عنها أبداً، حيث واصلت في وضع جميع التدابير الكافلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن. بهذا الصدد، فقد تجاوزت الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية قيمة 5000 مليار دينار جزائري. أما بخصوص المؤشرات الاقتصادية الكلية لبلادنا، شهد الاقتصاد الوطني سنة 21 حركية استدراكية تميزت بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.7%. وبهذا الشأن، فقد ارتفعت إيرادات الميزانية سنة 21 بنسبة 15.5%
كما ارتفعت نفقات الميزانية في نفس السنة بنسبة 7.6%، وتجدر الإشارة إلى أنه إلى غاية أوت نهاية أوت من سنة 22 سجل الميزان التجاري الوطني فائضا قدره ما يقارب 14 مليار دولار، وسجلت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا محسوسا بنسبة 42%. الوزير الأول أكد أيضاً على دور الجيش الوطني الشعبي الذي يعمل دون هوادة على تأمين الحدود والحفاظ على السيادة الترابية للبلاد من خلال تمتين أنظمة المراقبة والحماية المنتشرة على امتداد الحدود البرية والفضاء البحري والجوي. مهامه الدستورية النبيلة وعلى ضوء تعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وفي خضم الوضع الجيوسياسي الإقليمي والدولي، يعكف الجيش الوطني الشعبي دون هوادة على تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية وتوفير كل الشروط لتوفير وتطوير وتعزيز قدرات النظام الوطني للدفاع، حيث يعمل على تأمين الحدود والمحافظة على السيادة الترابية من خلال تمتين أنظمة المراقبة والحماية المنتشرة على امتداد الحدود البرية والفضاء البحري والجوي للسيادة الوطنية، مكافحة الإرهاب، مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للقارات، كما قام بتعزيز قدراته في مجال الدفاع السيبراني ومكافحة جميع أشكال الجريمة الإلكترونية، لا سيما من خلال إنشاء الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، تكثيف التعاون العسكري لا سيما مع بلدان الساحل، تطوير الصناعة العسكرية عن طريق دعم النسيج الاقتصادي من خلال الشراكة المتعددة وإنشاء مؤسسات جديدة. كما شارك الجيش الوطني الشعبي في جميع عمليات إنقاذ ومساعدة السكان أثناء الكوارث الطبيعية والاضطرابات المناخية التي عرفتها بلادنا. فحري بنا أن نفتخر جميعنا بجيشنا الباسل ساليلي جيش التحرير الوطني العظيم. وفي كلمته الافتتاحية أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أن الجزائر ماضية قدما في طريق الممارسة الديمقراطية الحقة التي وعد بها رئيس الجمهورية. اليوم نستطيع القول أن الجزائر تثبت قدمها الراسخة على طريق الممارسة الديمقراطية الحقة التي كان السيد رئيس الجمهورية قد وعد بها. لقاؤنا اليوم دلالة قوية على تجسيد الإرادة السياسية والانتقال بها إلى السلوك والفعل. فمبدأ الفصل بين السلطات واطلاع المؤسسات بمهامها الدستورية هي صميم الفعل الديمقراطي، وهي النقطة الفارقة بين مجتمع يعيش على الشعارات والعناوين البراقة وبين مجتمع يتجدد ليضع الأمور في نصابها ويحدث تحولا واعيا في منعطف تاريخي وفي ظروف عالمية متميزة. وبعد العرض الذي قدمه الوزير الأول، شرع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، ليفسح المجال بعدها للوزير الأول للإجابة عن تساؤلات وانشغالات النواب. قام السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بزيارة عمل وتفتيش إلى الجلفة بالناحية العسكرية الأولى، حيث أشرف على تدشين وحدات جديدة للتموين بالوقود تدعم بها قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي. بعد مراسم الاستقبال ورفقة قائد الناحية العسكرية الأولى ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، قام السيد الفريق أول بتدشين المؤسسة المركزية للتموين بعتاد الوقود بالجلفة. بعد ذلك استمع السيد الفريق أول لعرض مفصل حول هذه المؤسسة الحساسة والمهام الموكلة لها ضمن منظومة التموين بالوقود لمختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية المنتشرة بالمنطقة.
قبل أن يطوف بمختلف المصالح والمنشآت والورشات التي تضمها، ويتابع شروحات مفصلة عن مهام كل منها. إثر ذلك أشرف السيد الفريق أول على تدشين مركز التكوين لتقنيات الوقود بالموقع نفسه، حيث تابع عرضاً حول هذا المركز. تضمن الأدوار المنوطة به لا سيما التكوينية منها، كما تفقد مختلف المرافق البيداغوجية والمعيشية له، واستمع إلى شروحات وافية قدمها مسؤولو المركز حول كافة الجوانب المتعلقة بميدان الاختصاص. السيد الفريق أول تنقل بعدها إلى المستودع الجهوي للتموين بالوقود، حيث أشرف على مراسم تدشينه. وزار مختلف مرافقه ومنشآته، ووقف على جاهزية معداته وتجهيزاته، مسدياً للمستخدمين والإطارات توجيهات وتعليمات صارمة تتعلق بالخصوص بضرورة المحافظة على هذا المكسب الحيوي والالتزام بالاحتياطات الأمنية اللازمة وحسن أداء المهام الموكلة بكل جدية وانضباط. على إثر ذلك التقى السيد الفريق أول بإطارات ومستخدمي الوحدات الثلاثة التي تم تدشينها، أين ألقى كلمة توجيهية أكد في بدايتها على الأهمية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لوحدات الإسناد بالوقود، بوصفها الشرايين التي تمد قوام المعركة بالطاقة التي يتعين ترشيد إدارتها والمحافظة عليها وتوظيفها بالمهارة والعقلانية اللازمتين. إننا نعتبر وحدات الإسناد بالوقود بمثابة الشرايين التي تمد قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي بالطاقة، ونحن على يقين تام أن قدرة الفرد العسكري ومستواه المعنوي والنفسي والقتالي يرتبط كثيرا بكفاءات الشبكات الإسنادية بهذه المادة الحيوية وبمصداقية أدائها. فالحروب كانت ولا تزال حروب إمداد وموارد بامتياز، والنصر فيها لا يكون إلا لمن يتقن حسن التنظيم هذه الموارد ويعرف كيف يوصلها في الوقت المناسب إلى مختلف أنساق القوات ويهتدي إلى ترشيد إدارتها ويحافظ عليها ويوظفها ويستغلها بكل مهارة وعقلانية. ومن هذا المنطلق حرصت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على إلاء المديرية المركزية للوقود الاهتمام الذي تستحقه، لا سيما من خلال هذه الإنجازات الجديدة التي تعد لبينة أخرى هامة من شأنها الإسهام الفعلي في الرفع المستمر لجاهزية قوام المعركة لدينا. السيد الفريق أول أكد حرصه على إضفاء سمة التكامل في الأدوار والتضافر في المهام بين مختلف أصناف القوات وهياكل الإسناد بجميع تفرعاتها، من أجل ترسيخ طابع الفعالية في الأداء والتحلي بميزة التجاوب المستمر مع المتطلبات العملياتية التي يفرضها الميدان. كما حرصنا في إطار المسار التطوير المتصاعد للجيش الوطني الشعبي على إضفاء
سمة التكامل في الأدوار والتضافر في المهام بين مختلف أصناف القوات وهياكل الإسناد بجميع تفرعاتها من أجل ترسيخ طابع الفعالية في الأداء والتحلي بميزة التجاوب المستمر والتكيف الصحيح والمتواصل مع المتطلبات العملياتية التي يفرضها الميدان وتفرضها المستجدات الطارئة أو المتوقعة. ويتطلب النجاح في هذه المهمة الحيوية إلى أهمية بالغة لتحديد الدقيق والواقعي للاحتياجات الحقيقية الآنية والمستقبلية لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي. ويرتكز أيضا هذا النجاح على احترام معايير التخزين وعلى الاحترام الصارم للقواعد الأمن والحماية وفقا للمعايير المعمول بها في هذا المجال. في الأخير، فسح السيد الفريق أول المجال لمستخدمي الوحدات الثلاث للتعبير عن انشغالاتهم وتقديم اقتراحاتهم، حيث أكدوا عزمهم الثابت والشديد على الاطلاع بمهامهم الحساسة بكل تفان وإخلاص خدمة لبلادهم وشعبهم الأبي. وفي ختام الزيارة، وقع السيد الفريق أول على السجل الذهبي للوحدات المدشنة. ومن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء، اعتماد تقنيات جديدة وطرق حديثة في التسيير الفلاحي. ولاية ورقلة تعكف على توسيع المساحات الزراعية باللجوء إلى تقنيات حديثة في السقي لمردودية أوفر في المحاصيل الاستراتيجية. سمية مزوار. تتمتع ولاية ورقلة بقدرات فلاحية هامة، فوفرة المياه وجودة التربة عوامل ساهمت في بروز عدة منتوجات فلاحية، إذ يحرص عديد الفلاحين على توظيف تقنيات حديثة في الزراعة بغية الرفع من القدرة الإنتاجية تماشيا والنظرة الاستراتيجية للدولة لبلوغ الأمن الغذائي. غرست لنزاش، جربته في مدة عامين، أعطاني نتيجة هائلة، زدت كثرت، درت كنت تسير واحد 700 800 شجرة درك راني دايرها وهي والرمان، وراني خدمت وعطاني نتيجة روعة. هاي النتيجة كيفاه؟ يعني الحبة فايتة الرطل. عندي 25 هكتار راني داير المحصول السنة إن شاء الله، كل الخضروات بصفة عامة، والإنتاج إن شاء الله وفير في هذاك المكان. الأرض خصبة، الأرض حاجة مليحة، الماء متوفر، السقي إن شاء الله رانا دايرين بالقوت قوت، ودرنا مام طون شينا الموسم هذا راني جبت له ان شاء الله بيفوات. نعملوا في الزراعه المكثفه اللي هي 1800 شجره في الهكتار، زراعه الاشجار زيتون اسمها الاربيكينا. اعتمدنا على نظام سقي بالتقطير ونظام سقي الي اوتوماتيكي في محطه التغذيه، فيها الغذاء والدواء يروح مباشره عبر الماء. تحقيق نتائج إيجابية في الإنتاج والمردود لشتى المحاصيل الفلاحية من خلال توسيع المساحات المزروعة وتزويدها بشبكة الكهرباء التي تعد أهم وسائل دعم الإنتاج الفلاحي. الآن نتكلم على 216 محيط فلاحي في الاستصلاح الأرضي لابيافا، ونتكلم على 169 محيط في إطار الامتياز. الآن أنا نتكلم على إنجاز أكثر من 700 كيلومتر كهرباء فلاحية. لما نتكلم على لي بيست، أنا نهضر على أكثر من 500 كيلومتر تاع بيست أغريكول. لما نتكلم على 62 ما عندكش رش محوري. اليوم نهضروا على أكثر من 6600 هكتار في الولاية مغطاة برش المحوري. لقاء تقني لفائدة الفلاحين لتزويدهم بالخبرات اللازمة وسبل الرفع من مردودية الإنتاج، خاصة في ظل الإجراءات التحفيزية المقدمة للمستثمرين الفلاحيين. وبولاية سوقهراس، نتائج إيجابية حققها مستثمر شاب ببئر بحوش في زراعة أشجار فاكهة التفاح بعد تجربة دامت 3 سنوات، فيما يتجه مستثمر آخر إلى تصدير الأمهار من مزرعة الخيول الواقعة بسافل الويدان نحو أوروبا. نور الدين بن عبسة. تجربة غرس التفاح تكللت بالنجاح، وقطف الثمار جاء بعد 3 سنوات من الكد والجهد بمستثمرة فلاحية ببئر بحوش. تنوع المنتوج
بعد توفر الأسباب. المنطقة هذه تمتاز بالعلو، حوالي 900 متر علو، وزيد الرطوبة، وزيد الانتوراج بعد مزود ببراج سد كما يقولوا سد واد الشارف. هذا هي البرد الثاني، زي بلاصة منطقة باردة بزاف، وإن شاء الله احنا من على واحد العام عامين إن شاء الله الشجرة تولي تعطينا 20 كيلو. تربية الخيول استثمار آخر حقق مبتغى أصحابه بعد تجهيز المزرعة بالإسطبلات اللازمة، فضلا عن مساحات الركض والتدريب في انتظار ترسيم عملية تصدير الصغار منها نحو أوروبا. نربي الخيول البرب، الحصان البربري والحصان العربي الأصيل والحصان المهجن عرب برب. احنا في صدد بريباراسيون نتاع ان دوسي ديكسبورتاسيون مع وزاره الفلاحه. في شباب اللي عطاو كما نقولوا في ظرف قصير وقصير جدا قدروا يحققوا نتائج يعني باهره في هذا المجال، ان شاء الله في المرافقه تاعهم باه يكون كما نقولوا نفكر حتى في التصدير. توفير اللحوم الحمراء كذلك دفع احد الموالين الى تسمين العجول المستورده. يجيبون في عمرهم 10 شهور، الميزان تاع 500 كيلو حي، يقعدوا عندنا في المزرعه واحد 6 شهور حتى يلحقوا الميزان تاع 12 قنطار حي، ومن بعد نقوم بعمليه البيع. هو برنامج توطيد النمو الاقتصادي رهان ترفعه المزارع بولايه سوق هراس لتحقيق التنميه المحليه. إلى قطاع الموارد المائية، حيث نقف في النشرة عند مشروع استخراج المياه لتزويد ساكنة بلدية بشار القنادسة والعبادلة بالماء الشروب. روبورتاج جويدة بابا أحمد. من المشاريع الكبرى التي ستستفيد منها ولاية بشار في المستقبل القريب مشروع تحويل القطراني بشار، المشروع الثاني الكبير لتحويل المياه من حقل بني والنيف نحو مدن بشار القنادسة والعبادلة. سارعت الدولة الجزائرية من أجل رفع الغبن على المواطنين وكذلك حفاظا على استقرارهم وراحتهم ببرمجة مشروع ثاني ألا هو مشروع القطراني، من حيث هذا المشروع يتكون أولا من إنجاز 26 بئر بتدفق إجمالي 910 لتر ثانية. المشروع كذلك يتكون من ثلاث محطات ضخ. المشروع سيسمح بتزويد بلديات ولاية بشار بحوالي 80,000 متر مكعب من الماء يوميا، سيتم نقلها عبر قنوات حديدية على مسافة 213 كيلومتر، ليتم بعدها تخزينها بالخزان المائي الذي سينجز بمحاذاة سكنات عدل ببشار بسعة 20,000 متر مكعب. هذا المشروع تعول عليه الدولة الجزائرية ويستبشر به سكان ولاية بشار، خاصة وأنه يمكن أن يزود كذلك مدينة بني والنيف لأنه يمر بمحاذتها، وسيكون التأمين الشامل للتزويد بالمياه الصالحة للشرب. مشروع تحويل القطران بشار يعد تكملة لمشروع بوسير واحد والذي دخل حيز الخدمة هذه الصائفة، من شأنهما القضاء نهائيا على مشكل تزود ساكنة بشار بالماء الصالح للشرب. وضمن مساعي توفير مادة زيت المائدة للمواطن وبالنظر إلى التذبذبات المسجلة في مجال التموين والتوزيع، يراهن مصنع المحروسة بالعاصمة التابع لمجمع أجروديف على مضاعفة ليتعدى 15% من الإنتاج الوطني لتوفير هذه المادة الأساسية وضمان توزيع متوازن. أي دحو. من هنا رفع التحدي، فجددت كل الآلات والمعدات التقنية ضماناً للجودة والوفرة، فتضاعف إنتاج وحدة تكرير زيت المائدة الغذائي لمؤسسة المحروسة من 130 طناً إلى 400 طن. نرى في الميوة هنايا عندنا نوفو رافيناج لغير كيما ديمارا في نري تاعنا تخدم 7/24. قم بالضخ والتوزيع يومياً لفرع ديكوبا، هي اللي تقوم بعملية التوزيع وذلك بمرافقة كما قلت لك مصالح وزارة التجارة. تم تدشين هذه الوحدة الجديدة
في شهر أوت المنصرم، وقام عمال الفرع بمواكبة إنتاج زيت المائدة، وذلك برفع القدرة الإنتاجية بالتدريج. بعد عملية التعبئة ينقل الزيت إلى وحدات التوزيع والتوظيف التابعة لمؤسسة أجروديف. قم المدير التجارة لولاية الجزائر بتموين كل تجار المتواجدين عبر الولاية وتوفير هذه المادة على المستوى الولاية وخارج الولاية الجزائر. ولمحاربة المضاربة والمظاهر السلبية للمواد المدعمة ذات الاستهلاك الواسع، تعمل فرق أعوان المراقبة والتوزيع التابعة لوزارة التجارة على متابعة النشاطات التجارية الخاصة بهذه المواد. باش يكون البيع المباشر نضمن تسويق المنتوج تحت أعين الرقابة المتواجدين طول النهار في الأماكن المعنية بهذا التموين. ما يخموش على الناس واحد أخرين. كان يجوا يجيبوا ربع معاهم يجوا يدوا بيدوا بيه شي حق عليهم. وحدة تكرير زيت المائدة التابعة لمجمع أجروديف تراهن على مضاعفة الإنتاج لتأمين السوق بهذه المادة الأساسية والقضاء على التذبذب المسجل في الأسواق. تستعد الجزائر لاحتضان القمة العربية 31 مطلع نوفمبر المقبل، قمة تريدها جامعة تؤسس لعمل عربي مشترك واعد وترفع التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وهو ما تتطلع إليه الشعوب العربية قاطبة على غرار الشعب الأردني الشقيق. مفادنا إلى الأردن محمد سليم حمادي. بكثير من الرضا والتفاؤل وعلى غرار البلدان العربية الأخرى، يستقبل المواطن الأردني وعبر كافة محافظات البلاد خبر انعقاد القمة العربية مطلع شهر نوفمبر القادم بالجزائر. القمة المقبلة إن شاء الله أنه تبقى جميلة وهادفة بإذن واحد أحد، كليتنا إيد واحدة ومتعاونين على الخير على الخير على الخير. القمة العربية المرتقبة إن شاء الله في الجزائر، طبعا أكيد دائما احنا نتأمل الخير من إخواننا في الجزائر، نطمح أنه يعني إن شاء الله هذه القمة تكون فيها قرارات جيدة لصالح العباد والبلاد إن شاء الله والأمة العربية أجمع إن شاء الله. يمسي الشارع الأردني ويصبح على أمل أن تكون القمة العربية بالجزائر فرصة تاريخية يتجاوز من خلالها القادة العرب العديد من العقبات بالتوصل إلى خارطة طريق عربية مشتركة من شأنها تعزيز الوحدة العربية والارتقاء بالعمل العربي المشترك على كافة الصعد بغية تحقيق آمال شعوب المنطقة. بطمح منهم أنه يوحدوا الصفوف العربية وتتوحد الدول العربية تتحد مع بعض، وأي شيء بخص أي دولة عربية نكون واقفين مع بعض وإيد واحدة، لأنه إيد واحدة ما بتزقف، أما لما يكونوا إيدين ثنتين ومجتمعين مع بعض على الخير راح نصل للي بدنا إياه. تحديات جمة تنتظر القادة العرب، أبرزها التحديات الاقتصادية، وفي ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة بات الأمر يستدعي وبشكل حثيث القادة العرب لضرورة توحيد الصف والجهود لمجابهتها. تتصدر القضية الفلسطينية أو أم القضايا أولويات مطالب الشارع الأردني، وهو التحدي الأبرز للقادة العرب. نطالب أخونا رئيس القمة وإخواننا رؤساء المملكات والجمهوريات بأن يكون الموضوع الأول هو قضية الفلسطينية، لأنه إحنا صار لنا بدوامة، أنا عمري 50 سنة، يعني بديت من ولدت وأنا أسمع بالقضية الفلسطينية والتي لازالت، فبالتالي إنما حلت القضية الفلسطينية برضو لن تحل مشكلة في الوطن العربي. كغيره من الأشقاء العرب، يتطلع الأردنيون إلى القمة العربية المزمع انعقادها في الجزائر مطلع شهر نوفمبر المقبل. القمة التي تأتي في ظل ظروف دولية وإقليمية متقلبة ومضطربة باتت رهانا كبيرا للمواطن العربي على تعزيز أواصر الأخوة والتجاسر بين العرب، وكذلك الدفع بالتكامل العربي للعربي في كافة القطاعات. موفد التلفزيون الجزائري إلى الأردن، محمد سليم حمادي. وهي تطلعات نفسها للشعب اللبناني الشقيق من أجل جمع الكلمة وتوحيد الصف. يتطلع إلى القمة
التي ستحصل في الجزائر وبرئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتطلع بأمال كبيرة وبرجاء أن تكون هذه القمة فاتحة من لأبواب الدعم العربي خصوصا للبنان والجزائري تحديدا، لأن الشعب الجزائري لطالما يعني يتقاسم مع الشعب اللبناني تاريخيا واستراتيجيا وقوميا صفات ومميزات عدة. لابد للبنان من أن يستفيد من هذه القمة، إن من ناحية الدعم السياسي واستراتيجي أو من ناحية الدعم الاقتصادي. بالنسبة إلى الدعم الاستراتيجي، لبنان يتطلع إلى دعم الدول العربية وخصوصا الجزائر التي وقفت إلى جانبه على مدى أعوام وعقود بالنسبة إلى حقه في استرداد أراضيه وفي نزع الاحتلال عن أراضيه. وعلى هامش الصالون الدولي للسياحة والأسفار الذي اختتمت فعاليته أمس بالعاصمة، عبر المشاركون العرب عن أمالهم في أن تكون القمة العربية المقبلة بالجزائر قمة جامعة لصالح الأمة العربية. نتوقع فيها لم الشمل العربي، فإحنا بنتوقع فيها علاقات أقوى، بنتوقع فيها نتائج أقوى سواء كانت على المستوى العربي أو على المستوى الدولي، وبتنطلق من الجزائر، وهذا ليس غريب على القيادة الجزائرية والقيادة القطرية، وهي السياسة واحدة وهي تقود إلى السلام. سيكون لقاء قادم مهم وإيجابي ومثمر يتحقق من خلاله مصلحة الدول العربية وشعوبها ونمائها وتطورها. القمة العربية في الجزائر ستكون لها قيمتها وقوتها، وسيكون لها آثار إيجابية بإذن الله على المستوى القريب والبعيد. نتطلع لمخرجات القمة العربية ونرجو أن يجتمع شمل كل العرب في هذه القمة. قمة الجزائر عليها العديد من التطلعات، نأمل أنه ربي إن شاء الله يجمع شمل كل القادة العرب على كلمة واحدة لصالح الأمة العربية، وهذا ليس بالغريب أو الجديد على الجزائر اللي دائما ما تطلع بهذا الدور الحيوي في تنشيط العلاقات وترميم خاصة العلاقات البينية بين مختلف القادة العرب. تتويجا للشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، نظمت دورة لإعداد المدربين في مجال حقوق الإنسان بحضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وسفير دولة قطر بالجزائر، إلى جانب عدد من الخبراء الحقوقيين من عدة دول عربية. وعلى هامش الدورة التكوينية افتتح رسميا المعرض الترويجي لبطولة كأس العالم لكرة القدم بدولة قطر. بالعاصمة أحيت اليوم جمعية مشعل الشهيد واللجنة الجزائرية للأخوة مع الشعب الليبي بمشاركة مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، أحيت ذكرى 65 لمعركة إيسين التاريخية الأليمة التي امتزجت فيها الدماء الجزائرية والليبية جراء الاعتداء الغاشم الذي تعرضتا له بسبب دفاعهما المستميت وصمودهما في وجه المستعمر الفرنسي. ولمنح الجامعة الدور الريادي كقاطرة للاقتصاد الوطني من خلال اقتصاد المعرفة، تتضافر جهود الفاعلين لجعل الجامعة في صلب الابتكار والإبداع وخلق ثروة. نقف في النشرة عند دور النوادي العلمية في تكوين نخبة المستقبل من بومرداس مع فتيحة بوعرة. لتحقيق التنمية الشاملة انخرطت الجامعة الجزائرية في بناء الاقتصاد الوطني. قطاع الطاقة وبدائله من أولويات معادلة التنمية، تنمية يقودها الشباب الجامعي بأفكاره الإبداعية في البحث العلمي. العالم حاليا يحاول أن يبحث عن حلول من أجل إيجاد طاقة نظيفة في مجال المحروقات أو طاقات بديلة، وبالتالي إحنا كطلبة نظموا في هذا التفاعلية من أجل إيجاد حلول لهذه المشاكل. سنحاول يعني كطلبة إيجاد أفكار يعني مبتكرة لتحقيق التوازن بين الطاقة الأحفورية والطاقة المتجددة. الإشكاليات اللي نلقاوها اليوم اللي هي التلوث، الاحتباس الحراري، هذه الإشكاليات اللي ربما احنا كنوادي علمية من قبل رانا نخدموا عليها،
ونسعى باش نلقاو حل دائم ان شاء الله. اللي قامت بها هذا النادي هي مجموعه من المسابقات باش نلقاو حلول ان شاء الله في المجال الطاقوي لتأطير الشباب الجامع المساهم في التنمية. لقاءات ومحاضرات عديدة بجامعة محمد بوقرة ببومرداس، ورشات ومناقشات وأعمال في الميدان تخص خصيصا التنمية المستدامة وآثارها، الأمن الطاقوي، الانتقال الطاقوي، هي مواضيع الساعة على المستوى الدولي والوطني، والجامعة أيضا هو موضوع الساعة بالنسبة لكلية المحروقات. اليوم شفنا باللي حوالي 80% من الاستهلاك العالمي باقي دائما من الطاقات الأحفورية. نقدروا نقولوا باللي الطاقة الأحفورية غير ماشي رينوفلابل، يعني غير متجددة، لكن بالنسبة للاحتياطات نتاع العالم بالنسبة للأحفورية هي متجددة. نعطي الفرصة للطالب حتى يكون هو يسير أفاقه ويسير أفكاره ويطرحها في الميدان بالمشاركة مع الشركات البترولية والشركات الاقتصادية. مؤسسات التعليم العالي تعد إحدى حضينات الأفكار، وانخراط الطلبة في النوادي العلمية يعزز قدراتهم على البحث وصناعة نخبة المستقبل. إلى الأخبار الاقتصادية الآن مع صالحة محمدي. أهلا بك صالحة. أهلا بك أميرة. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الاقتصاد، سنلتقي بعد الفاصل. في المستهل يناقش نواب المجلسية الشعبية الوطني وثيقة بيان السياسة العامة التي عرضها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن اليوم حسب ما ينص عليه الدستور في المادة 111 بحضور أعضاء الحكومة. بيان السياسة العامة للحكومة يتضمن حصيلة أهم الإنجازات المسجلة في مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022. وبالمناسبة أكد الوزير الأول أن بيان السياسة العامة للحكومة يندرج ضمن سياسة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي بشرها رئيس الجمهورية منذ بداية سنة 2020. حصيلة عمل الحكومة خلال سنة 2022 بالأرقام تشير إلى تحقيق نسبة نمو قدرت ب 4.7% سنة 2021، كما سجل الميزان التجاري فائضا قدر ب 1 مليار دولار فاصلة 6 مقابل عجز مالي قدر ب 10 مليارات دولار في 2020. ميزان المدفوعات هو الآخر، عرف فائضا خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية يقدر بنحو 9 مليارات دولار. تقويا تقول التوقعات أن صادرات المحروقات ستبلغ 50 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية بزيادة قدرت ب 45% مقارنة ب 2021. أما صادرات خارج المحروقات فقد ارتفعت السنة الماضية إلى 5 مليارات دولار فاصلة 0.3 مقابل 2.25 مليار دولار في 2020. كما ارتفعت الصادرات خارج المحروقات في الفترة الممتدة من جوان 2021 إلى جوان 2022 لتنتقل من 2.09 مليار دولار إلى نحو 4 مليارات دولار، أي بارتفاع قدر بنسبة 87%. هذا وثمن الفلاحون قرار المجلس الوزراء بالسماح باستيراد المعدات الفلاحية بكل أنواعها، كما أعربوا عن ارتياحهم لقرار مجلس الوزراء باستيراد الجرارات الأقل من 5 سنوات. تقرير وسيلة بوشارب. ارتياح كبير وسط الفلاحين عقب قرار مجلس الوزراء المتمثل في رفع الحظر عن استيراد المعدات الفلاحية بجميع أنواعها والسماح باستيراد الجرارات الفلاحية الأقل من 5 سنوات. وهذا القرار كانوا ينتظروا فيه كل الفلاحين والمهنيين منذ سنوات، كانوا ينتظروا فيه
خاصة أنه الاستثمارات على المستوى الوطني بنا كاين هناك ارتفاع كبير تاع الاستثمارات، مستثمرات جديدة على مستوى الفلاحة الصحراوية اللي تتطلب آليات مختصة، آليات ذات قوة كبيرة. هذا يعني النقص الكبير في العدد الفلاحي على المستوى الوطني كان عطل من يعني من مواكبة الاستثمار في المجال الفلاحي. قرار الحكومة بالسماح للفلاحين بجلب الجرارات المستعملة من الخارج جاء لرغبة السلطات العمومية سد العجز الموجود في القطاع وخلق توازن بين الإنتاج الوطني وتلك المستوردة. شفنا باللي سنتين الماضيتين كانت هناك يعني ديناميكية في القطاع الفلاحي، خاصة ما شهدناهاش ديناميكية بالنسبة للقرارات الهيكلية. شفنا باللي كاين هناك هيكلة، هناك قوانين للقطاع الفلاحي، هذا اللي راح تخلي السنوات القادمة تكون هناك استقرار للقطاع الفلاحي، وهذا هو اللي كان مطلوب في السنوات الماضية. طبقت الحكومة سياسة مكننة قطاع الفلاحة، لكنها ترغب في تعزيز القطاع وتقويته، وبالرغم من تبوء الجزائر مراتب متقدمة إفريقيا في الأمن الغذائي، إلا أن الحكومة تبذل أقصى جهودها لتحقيق الأمن الغذائي في جميع المنتوجات الزراعية. تشكل صناعة الأسمدة محور نقاش المؤتمر الدولي 34 لتكنولوجيات صناعة الأسمدة. المؤتمر نظم من قبل الاتحاد العربي للأسمدة بالشراكة مع شركة أسميدال وإشراف مجمع سوناتراك. المزيد من التفاصيل في تقرير وهبة هو. سوق الأسمدة في الجزائر سوق واعدة، حيث يبلغ الإنتاج المحلي منها 3 ملايين طن سنويا. الجزائر من ناحية الأسمدة النيتروجينية تنتج 3 ملايين طن، الاحتياجات الوطنية لا تتعدى 200,000 طن، فهناك اكتفاء ذاتي. في الأسمدة الفوسفاتية والمركبة هناك مجهود على مستوى مجمع أسميدال وشركة فارتيال، فرعها شركة فارتيال، لزيادة معدلات الإنتاج يعني من سنة إلى أخرى، ونطمح إن شاء الله في سنة 2023 تغطية العجز الموجود، وطبعا لما لا التوجه نحو التصدير. صناعة الأسمدة شهدت تطورا ملحوظا في البلاد بفضل توظيف أحدث التكنولوجيات ضمانا لإنتاج ذي جودة ونوعية بمواصفات عالمية. آلية هو في زيادة الاستثمار بالدرجة الأولى في صناعة الأسمدة بمختلف أنواعها الأزوتية، النيتروجينية، اللي هو الأسمدة الفوسفاتية. لدينا المادة الأولية متوفرة في وطننا العربي، لدينا الفوسفات بنوعيات ممتازة جدا. الجزائر من الدول القوية في الأسمدة النيتروجينية، والآن توجهها الجديد في الاستثمار في الفوسفات وفي المناجم الفوسفات الجديدة بالاستثمار الجديد الذي سيحدث مع الصينيين بقيمة 7 مليار دولار، ستصبح الجزائر اللاعب رقم 3 أو 4 على العالم إن شاء الله في الفوسفات. معادلة الأمن الغذائي ستتحقق لا محالة إذا ما انتهجت سياسة استثمارية ناجعة طموحة، وهو الرهان يسعى إلى تحقيقه الخبراء في هذا المؤتمر الدولي. سعي الصناعة الصيدلانية نسلط الضوء اليوم على استثمار ناجح لمخبر مختص في صناعة الأدوية بولاية جيجل. المخبر يعمل وفق معايير دولية ويساهم في تموين سوق الأدوية بالجزائر وتوفير مناصب الشغل. روبورتاج عبد الرحيم شمعوني. مخبر إنتاج المواد الصيدلانية بولاية جيجل واحد من الاستثمارات الخاصة في صناعة الأدوية بأيادي جزائرية مؤهلة، ووفق نظام عمل دوري وبطاقة إنتاجية تقارب 4 ملايين وحدة في السنة. بعد ما تخرجت من الجامعة بديت نخدم لهنا سيرفيس ميكروبيو اللي هو تابع لسيرفيس كنترول كاليتي، والحمد لله لقينا مناصب شغل بتخصص تاعنا. أسهر على مراقبة جودة الأدوية وذلك باحترام وتطبيق المواصفات المعمول بها دوليا، كما نقوم كذلك بتكوين كفاءات من خريجي الجامعات ليكونوا مؤهلين للعمل في هذا المجال مستقبلا. احترام المعايير الدولية واستخدام أجهزة متطورة في التصنيع سمح للمصنع بتنويع منتجاته وتموين السوق الوطنية بالأدوية.
رانا نخيروا الادويه المستورده وستادير لي برودوي امبورتي اون لي ديفلوب نصنعوهم محليا ونوفروهم في كامل التراب الوطني ومن بعد وزاره الصناعه الصيدلانيه البلوك والامبورتاسيون تاعهم وهذا الشيء اللي شجعنا احنا المصنعين على الاستثمار اكثر في هذا المجال. ينتج لحد الساعه حوالي 22 دواء بالاضافه الى بعض المكملات الغذائيه. الطاقه الانتاجيه لحد الان هي ما بين 3 ملايين ونص حتى 4 ملايين في انتظار تصل ان شاء الله الى حوالي 9 ملايين. بناء اقتصاد متكامل يقتضي اليوم تتمين وتحفيز كل الامكانيات المتاحه في مجال الصناعه الصيدلانيه بهدف تلبيه احتياجات السوق المحليه والتوجه نحو التصدير. إلى مؤشرات أسواق النفط في العالم، حيث قفزت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بدعم من الأنباء الصادرة بشأن مناقشة أوبيك بلس لخفض إنتاج أعضائها اليومي من النفط بواقع 1.5 مليون برميل خلال شهر نوفمبر، وهو أكبر خفض في إنتاج المنظمة لخام النفط منذ وباء كورونا عام 2020 في محاولة لدعم أسعار النفط في السوق. هذا وارتفعت أسعار والعقود الآجلة لخام برنت 4.13% لتسجل 88 دولارا و52 سنتا للبرميل. كما ارتفعت أيضا أسعار وقول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 4.20% لتصل إلى 82 دولارا و81 سنتا للبرميل. إلى مؤشرات المعدن الأصفر، حيث ارتفعت أسعار العقود الفورية لمعدن الذهب على صعيد تداولات اليوم بنحو 0.16% ليصل إلى 1666 دولارا و45 سنتا للأوقية. كما ارتفعت أيضا عقود الفضة الآجلة إلى 19 دولارا و43 سنتا للأوقية. كما ارتفع البلاتينيوم ب 0.4% إلى 867 دولارا للأوقية. ختام النشرة مشاهدينا بإطلالة على أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، فلنتابع. المواعيد الاقتصادية مشاهدينا، شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، وعودة إلى الزميلة أميرة وبقية الأخبار. السلام عليكم. شكرا لك صالحة. إذا وفي ختام أخبارنا الوطنية والختام بالرياضة، حيث شهد اليوم الثاني من منافسات البطولة العربية للجمباز في فئة الأواسط ذكور منافسة على أشدها بين عناصر المنتخب الوطني ونظيره المصري. كما شهدت البطولة مشاركة المنتخب الفلسطيني كضيف الشرف. ختام النشرة إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها. مؤشرات إيجابية ومكاسب اجتماعية بالأرقام في بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب البرلمان. والوزير الأول يؤكد تمسك الدولة بالطابع الاجتماعي. الفريق أول للسعيد شنقريحة يؤكد أهمية وحدة الإسناد بالوقود في مد قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي بالطاقة خلال إشرافه على تدشين مركز التكوين لتقنيات الوقود في زيارة العمل والتفتيش إلى الجلفة بالناحية العسكرية الأولى. ضمن قرارات مجلس الوزراء ولتحقيق الاكتفاء في المجال الفلاحي، اعتماد المسار التقني للرفع من المردودية بورقلة وسجهراس. ومن بشار أهمية تحويل المياه من سد بني والنيف للقضاء على مشكل شح المياه.
وتحسبا لانعقاد القمة العربية بالجزائر، التلفزيون يرصد عبر مراسليه نبض الشارع العربي وتطلعاته للقمة في كل من الأردن ولبنان. بهذا نصل إلى طي أوراق النشرة، السلام عليكم.